طلبة وطلبات الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات تعلم اللغة الألمانية للمبتدئين. معكم سحر بدر. إن شاء الله هنكمل النهاردة صفحة 103 من كتاب سبيكتروم A1 رقم 20 انترناتشونالي جريشتر، اللي هي وجبات دولية. هورن زي استمع دين ديالوج المحادثة über welche Lebensmittel عن أي الوجبات sprechen Sascha und Kerstin. Sascha und Kerstin بيتكلموا إيه الوجبات اللي هم بيتكلموا عنها. كويتسن زي ان لو عامل علامة اكس هنا وجبات طبعا زلامي، وفينا بروت خبز باين نبيس بير دير بيرة وسا مية كافي قهوة ملش لبن كيزة جبنة فورس سجو نودل مكرونة بوتشن خبز ايس اللي هو الايس كريم. ونسمع وبعدين نرجع تاني. Kapitel 5, Aufgabe 20. Internationale Gerichte. Hallo, Kerstin. Hallo, Sascha. Wie geht es dir? Gut. Ich gehe gerade etwas essen. Kommst du mit? Ja, gerne. Ich habe großen Hunger. Was möchtest du essen? Am liebsten italienisch. Das ist gut. Ich mag italienische Gerichte und ich liebe italienischen Wein. Ich auch. Ich mag natürlich auch französischen Käse, ungarische Salami und deutsches Brot. Aber heute essen wir italienisch. Salami, Brot, Wein, Käse. Lesen Sie, استمع und hören Sie den Dialog, استمع المحادثة noch einmal, مرة أخرى. Sascha und Kerstin. Hallo Kerstin, hallo Sascha. Wie geht's dir? كيف حالك؟ Gut, كويسة. Ich gehe gerade etwas essen. أنا راح أكل دلوقتي حاجة. Kommst du mit? هتيجي معانا؟ Ja, gerne, بسرور. Ich habe großen Hunger. أنا جعانة جدا. Ich habe großen Hunger. Was möchtest du essen? Was möchtest du essen? Da ist wirklich إيه. Am liebsten italienisch. الأفضل أكل الأكل الإيطالي. Am liebsten italienisch. Das ist gut, كويس. Ich mag italienische Gerichte und ich liebe italienischen Wein. تمام. بتحب اللي هي ich mag يعني بحب italienische Gerichte اللي هي الوجبات الإيطالية. Und ich liebe italienischen Wein. اللي بتحب اللي هو النبيذ الإيطالي. لا ich auch. أنا أيضا. Ich mag natürlich. أنا بحب auch einen französischen Käse. Französischen Käse, die الجبنة الفرنسية. Ungarische Salami, اللي هو السلامي اللي هو المجري. Und deutsches Brot, اللي هو الخبز الألماني. Aber heute, لكن النهاردة, essen wir italienisch. هناكل النهاردة إيطالي. تمام؟ ريت مثل مصطلح كده يقول هنا متكومن اللي هو يذهب مع حد يروح مع حد مكان. Ich gehe etwas essen. أنا روحش ناكل حاجة. Kommst du mit? تجي معايا. هنا هنشوف اللي هي الصفات اللي كان جايبها في الدرس. Strukturen اللي هي تركيب. Adjektiv Endungen. Adjektiv Endungen اللي هي نهاية الصفات. Ohne Artikel بدون أداة معرفة أو أداة نكرة. Markieren Sie علم على die Endungen النهايات. اللي هي بتاعت ايه؟ der Adjektiv اللي هي الصفات. Was ist das für Wein؟ بتقول لها ما نوع النبيذ ده؟ قالت لها es ist italienischer Wein، هو نوع اللي هو نبيذ ايطالي. فضاف للصفه هنا ir لان الاسم ده مذكر وقبله صفه ومفيش اداه، فهضيف لها ir لان الحاله العربيه هنا اللي هي النوميناتيف فعل زي. Ich mag italienische Gerichte، انا بحب اللي هي الوجبات الايطاليه. ممكن ده بيعمل أكوزاتيف، وهنا جي اللي هو اسم جمع جريشته وقبله صفة إيطاليينش، فيتحط لها إيه؟ مش ليه بإيطاليينشن فاين، هو بيحب النبيذ اللي هو إيه الإيطالي، فده فاين ده مذكر فضافه هنا إيه إن، لأن الفعل ليبن بيعمل أكوزاتيف، الأفعال بتحتاج مفعول بعده. طيب، was ist das؟ ما هذا؟ Das hier französischer Käse، اللي هنا دي اللي هنا ده جبنة فرنسية. Käse اسمه مذكر وفرنسوزش فرنسوزش دي الصفة وحط لها اي ار لان هنا حالة النوميناتيف. ونجارش سلامي سلامي ده برضك مؤنث هنضيف له ايه؟ ونجارش سلامي und das ist deutsches Brot وده خبز الماني. Brot ده هنضيف له اي اس.
ich mag französischen Käse, أنا بحب اللي هي الجبنة الفرنسية. هنا ضفت لها إي إن الاسم ده مذكر، وهنا المويوجن بيعمل أكوزاتيف. ونجاج سلامي اللي هو السلامي اللي هو المجري ضفت له إيه، وند دويتش سبوت والخبز اللي هو الألماني ضفت له إي إس. طيب ب ارجنسن زيري اندونجن اكمل النهايات ان ده übersicht في الجزء ده. هنا جايب ماسكولين ده الجزء كله مذكر في حاله النوميناتيف والاكوزاتيف نهايه الصفه يعني. فيمينين مؤنث نوميناتيف واكوزاتيف في الجزء ده. نويترال محايد هنا النوميناتيف هنا الاكوزاتيف. هنا بلوغال الجمع هنا النوميناتيف هنا الاكوزاتيف. ده كيزا ده اسم مذكر. قال هنا في فرنسوزشا كيزا ضفت لها اي ار. اندونج اي ار يعني النهاية هنا اي ار. دين كيزا هنا بقى اكوزاتيف يبقى ضفت للصفة هنا اي ان. فرنسوزشن كيزا النهاية هتكون اي ان. طيب دي زلامي اسمه مؤنث. انجاج زلامي ضفت له هنا اي بس هتضفت للصفة هنا اي. طيب دي زلامي هنا اكوزاتيف بقى هنا الجزئية دي اكوزاتيف يبقى انجاج برضه كان ضفت للصفة برضه اي. تمام يبقى النهاية ايه بس. طيب نويترال اللي هو المحايد ده سبروت اللي هو خبز. دويتش سبروت اللي هو الخبز الألماني نضيف له هنا ايه اي اس نوميناتيف. طيب ده سبروت لوحده بقى يبقى نضيف له هنا برضك اي اس. دويتش سبروت الأكوزاتيف برضك نضيف له اي اس. البلوغال يا ريت يا شباب نراجع على درس الصفات اللي انا شرحها في القناة هنا. بلوغال اللي هو الجمع. بلوغال اللي هو الجامعة دي جريشت الأطباق إيطاليينش جريشت الأطباق الإيطالية إن دونج إيه دي جريشت أطباق إيطاليينش جريشت ضفت لها إيه هنا. طيب بس إسن زي جعن حضرتك بتحب تاكل إيه. بس ترينكن زي جعن حضرتك بتحب تشرب إيه. بيلدن زي أختكم بناتسيوني يعني ابني اللي هو هنا تمن جمل مربوطة ببعضها. أربايتن زي تو تسفايت اشتغلوا كل اتنين مع بعض. جايب هنا صفات وعايزك تجيب أسماء معاها. يعني لو عاوز يقول مثلا جبنة ألمانية جبنة فرنسية جبنة مثلا أسبانية جبنة سويسرية بطاطس أي يعني نوع من الأنواع الحاجات دي. هنستخدم إيه بقى؟ روسيش روسي فرنسوزش فرنساوي دويتش ألماني إيطاليينش إيطالي إسبانيش اللي هو إسباني إنجليش إنجليزي شوتش اللي هو إسكتلندي إيريش اللي هو أيرلندي شفيدش اللي هو سويدي هنغاريش اللي هو مجري بولنش بولندي إنديش هندي شينيزيش صيني يابانيش اللي هو ياباني ديا كيزا جبنة ديا شينكن اللي هي لحمة بس نوع من أنواع لحمة من لحمة الخنزير دي بوس سجق دي نودل مكرونة دي كارتوفل بطاطس أو بطاطا دي بومس اللي هي بطاطس بس اللي هي إيش رايح دي رايس اللي هو الأرز دي أبفل تفاح بانانن موز بانانن موز طماطم طماطم زلات سلطة فروشتوك فطار ويسكي للويسكي واين اللي هو النبيذ ده كافيه اللي هو قهوة ده تي اللي هو الشاي. قال هنا إش إس جعن فرانسوزشن كيزة أنا بحب أكل الجبنة اللي الفرنسية. نحل كذا حاجة عليها كده كام أمثلة كده يا شباب للحاجات ديت. جعن إش إس جعن شبانشن كيزة أنا بحب أكل الجبنة الأسبانية جبنة ذاتها دين هنضيف إي إن. إش إس جعن أونجارج فورست أنا بحب أكل اللي هو السجق المجري. بورست مؤنث هضيف له ايه انجارشا. اش اس جان ايطاليانش نودل انا بحب اكل اللي هو ايه المكرونه الايطاليه نودل هنا هضيف لها ايه. اش اس جان انديشن رايز انا بحب اكل اللي هو الرز الهندي رايز ده مذكر هضيف له ايه ان. اش اس جان دويتش ابفل انا بحب اكل التفاح الالماني ده جمع طبعا هضيف له ايه. اش رينك جان شوتشن كافيه بحب اشرب اللي هي القهوه الاسكتلنديه كافيه طبعا مذكر هضيف له ايه ان. فرانسوزيشن زفت العصير الفرنسي هضيف له اي ان. شينيزيشن تي اللي هو الشاي الصيني. تمام كده يا شباب وكده نكون انهينا حلقتنا النهارده. اتمنى اكون افدتكم يا رب. اشوفكم على خير ان شاء الله في الحلقه دي. السلام عليكم.